سلام المسيح معكم اخوتي. بانجيل متى الاصحاح 17 بخبرنا الناس على انه يسوع صعد الى الجبل ومعه بطرس ويوحنا تلاميذه، وهو هناك يسوع تغير وجهه وصار يضيء مثل الشمس. واذ هو يضيء وجهه بيطلعوا التلاميذ وبيشوفوا هناك حده ايليا النبي ايليا والنبي موسى، وبيطلع بطرس وبيقول يا رب خلينا نحط هناك ثلاث خيم، واحده لإلك واحده لإيليا وواحده لموسى. ولما قالوا هالكلام تأتي سحابة كبيرة وبيطلع صوت من السماء وبيقول هذا هو ابن الحبيب به سررت له اسمعوا. فبيخاف التلميذ وبيركعوا عجليهم، ولما بيفتحوا عيونهم بيطلعوا وبيقول العدد الثامن فرفعوا عيونهم ولم يروا أحدا إلا يسوع وحده. كثير من الأوقات نحن بنعامل يسوع على أنه هو مجرد نبي أو مجرد شخص، أو منحطه بمثابة أشخاص آخرين. البعض حتى بيجوز بيحطوا بمثابة أشخاص حتى من الكتاب المقدس، وبحطوا بمثابة قديسين أو غيرهم. بدي شجعك اليوم، إذا أنت بهالمطرح اللي بعدك عم تنظر إلى يسوع على أنه هو مجرد نبي، عرف بأنه الحقيقة بتقول الكلام التالي، يسوع هو أعظم من هيك، ما فينا نحطه بمثابة أي شخص آخر. مشان هيك لما فتح عيون التلاميذ ولما سمعوا هذا الصوت أكد لهم أنه يسوع هو ابن الله الحي له اسمع. بدك تعرف خلاص، بدك تعرف الحياة الأبدية، بدك تكون عم تقبل بإيماننا أكثر مع الرب، انظر له وحده وحده اسمع منه. بدك تعرف كيف؟ بشجعك تعمق قراءتك بكتاب القدس، تعمق قراءتك فيها، تقول له يا رب أرني نفسك، فرجيني عن حالك، عرفني شخصك، بدي أعرفك أكثر وأكثر. بشجعك خيي وإختي تعملوا هيك ابتداء من اللحظة اللي بتسمع فيها هيدا الرسالة. رب يبارككم ويكون معكم.